تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين. وتسلم الرسالة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية اليوم سعادة السفير شاهين عبد اللايف سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المقيم في الرياض. وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين ومجالات تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى تدارس القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة السفير فاطمة عبدالله الضاعن رئيس قطاع الشؤون الأفرو آسيوية بوزارة الخارجية.